في صفاقس نمشيو لكوشة عبد الناظر، أقدم المخابز في البلاد العربية بصفاقس، تورثوها الأبناء جيل بعد جيل، ولليوم ما زالت ثابتة على أصولها سواء في طريقة التحضير التقليدية أو في الآلات المستعملة، واللي ترجع البعض منها إلى حوالي 120 سنة. كي تبدأ متعدي بزنقة الشيخ التيجاني تشدك الريحة البنينة للخبز اللي جاية من كوشة عبد الناظر، وهي أقدم مخبزة في البلاد العربية بصفاقس، وين توارثها الأبناء جيل بعد جيل، ولليوم ما زالت ثابتة على أصولها سواء في طريقة التحضير التقليدية أو في الآلات المستعملة اللي يرجع البعض منها إلى حوالي 120 سنة. زمنية برشا هذه، معناتها حتى تشوف الوحيد برامي هذه معناتها على الأقل عندها 70-80 سنة. وعندنا ماكينات براتيكمون سون هاي هي، عندنا ماكينة تقريبا عمرها 122. والباقي تسمى سوري من عام الستينات ولا من 55. تختص كوشة عبد الناظر بعدد من أنواع الخبز التقليدي المعروفة بهم ولاية صفاقس، دونا عن الولايات الأخرى على غرار خبز اللفيف وخبز النوارة وخبز القاع والشواي والشعير، واللي ما زالت تلقى إقبال كبير من الأهالي. اللفيف هذا موجود كان في صفاقس، يعني وكان الدور العالم الكل ما تلقاش، لانه تختص به ولايه صفاقس. الفيف هذايا بخبز الزيت الصباح يعمل كيف، وهذايا المطاعم الشعبيه ما يدخلوا له الناس، تجي من تونس ومن غير تونس من ولايه اخرى للفيف. الفيف هذايا توجدوا كان في المطاعم الشعبيه في السفافت اللي مختصه به، انه ياكلوا بالخبز الفيف هذايا. وثم القاع للملوخيه، يعملوه الملوخيه والطليان والفينوا، يعني انواع نتاع خبز، كل ماكله عنده خبز نتاعها. صفاقس مشهوره بالفيف والخبز الشوي، خبز قاع بالعربي هذا يسميوه كومبلي نخاله، اللي هو بو على خوه تمنيكا. هذا الشعير، خبز الشعير، خبز السميد، الشوي، الفيف، نواره الاربع. هذا ونذكروا انه يوجد في صفاقس اكثر من 15 نوع من الخبز، منها ما يباع في الاسواق والاخرى تلك اللي تصنع في المنازل، الامر اللي اكد العلاقه الكبيره بين اهل صفاقس والخبز منذ القدم.